عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من افتتاح مركز أرحم لتحفيظ القرآن وتوزيع مصاحف القرآن على عدد 25 مصاحف، مكان التنفيذ دولة إندونيسيا ولاية جامع الوسطى منطقة كلاتين. بارك الله فيما أنفقتم أخلاقكم بخيره، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم.